السلام عليكم اخوان الاخوات، مرحبا بكم فيديو من سوق الاربعاء تاع الصخور حاملة بتاريخ 7/7/2021. كدير السمن في العيد 2550 درهم. كدير السوق اليوم؟ الله يجعل البركة. الثمن مناسب، الثمن مناسب، اي مزيان الثمن. هو هذا اللي كاين، يعني السوق مزيان، كلشي السلعة موجودة، السلعة موجودة، كلشي تقضى ان شاء الله. كيف من 30 حتى 50 حتى 60 كل مستوى ديال الانطلاق. لا علاش هادشي اللي كاين؟ اي والله ما خير بزاف، خير موجود، خير بزاف موجود، الحمد لله الحمد لله. كما قلنا اخوان، السوق تاع الاربعاء تاع صخور حاملة كيتواجد بين الطريق الوطنية بين سطاش ومراكش، حوالي تقريبا ساعة من سطاش، ساعة تاع الطريق. 51,000 كما كتشوف، مازال نشد عليها نبينها مزيان. اللهم يسر. خمسين ألف إخوان اللي عاطينا، اللهم يسر. زوينين سنا الحليب. اللهم بارك. تبارك الله، شحال خرج هاد السلعة؟ 53 2000 600 ديال موسى، 2650 درهم. كيدير السوق اليوم؟ شويه ثمن، ثمن مناسب، ثمن مناسب، ما كاين غلا ما كاين رخا، ياك؟ قضيه مزيانه ان شاء الله. فلوس وريحت. مزيان ثمن مزيان. تبارك الله، 53 باع اخوان موسى، اللهم يسر. تبارك الله، 53,000 اخوان. لا يا اخوان، اي والله يسهل عليك حتى، والله يسر مولاه اللي داها حتى هو يتنفع بها. الله يحفظك، الله يسر امك. بالنسبه للسوق هنايا مع الشيعة ما تقريبا، دابا بالنسبه ديال العيد جوج، دابا مع الجوج، مع الجوج. كاين شي ماعز هنا ولا والو؟ كاينه كاينه. فين هي بلاصه الماعز؟ راه الفوق شويه موجود حتى هو الماعز؟ موجود شويه، موجود شويه، موجود. اي الله يسر. المهم 53 اخوان باش باع، باش باع. سنا الحليب، سنا الحليب، الله عنده 6 شهور، 6 شهور. اللهم يسر اخويا، الله يجيبك التيسير، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. 53 اخوان، انتم اللي غتقولوا لنا السوق هنا كي داير ديال الاربعاء تاع الصخور، واللي عجبو السوق ولا شي حاجه السيمانه الجايه ان شاء الله يجي يتقدم منه. عندنا السلعه راه موجوده، سلعه بثمن ما كاين رخا ما كاين غلا. بالنسبه للماكله هنا، الماكله طبيعيه ما كاينش، مليحه ما كاين غير الشمندر والفارينه والفصه. السكريم والو، السكريم. لا السكريم تعطي السكريم ديال الخروف عادي. صغير. السكريم ديال الخروف عادي. اللهم يسر خويا، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، الله يحفظك. اش عاطين الثمن؟ الثمن؟ هذا 1900 ديال الدرهم. كيدير السمن والو؟ الحليب فعلا ولا اخر تا هو؟ 30000. نقول 300 1500. 38 30 1900 1500 ديال الدرهم. دائما معكم الاخوان، السوق الاربعاء ديال الصخور ديال الحاملة تاريخ 7/7/2021. شنو اخوان الفيديو عجبكم؟ خليو لنا لي لايك وبارطاجيو الفيديو، واللي عجبو السوق الاخوان والاثمنه هنايا يجي يتقضى. اللهم يسر. الله يرحم الوالدين، الله يعاونك. كيداير السمن؟ واش عاطين في الثمن؟ 65. السمن كيداير؟ 65. 65 اللي عاطينه لحظة؟ ها؟ 65 طالبة فيه؟ لا عاطينا 65 اللي عاطينه 3250. لا واش غطى عليك؟ لا كبتوا. الله يسر، هانتوما شوفوا، حاولوا نقربوكم من الأثمنة إخوان هنايا في السوق. الله يسر. 60. الله يعاونك، الله يسهل عليك، الله يسهل عليك. 65,000 تيقول يا اخوان. كيدير في السنه؟ عطينا ثمن ولا قلنا كيدير السوق في 10؟ مزيان
مزيان. الثمن ديال هذا سنا الحليب؟ سنا الحليب 62. اللي كطلب فيه؟ اييه. اللي تابس فيه؟ خلاص عطيناه شنو تابس شنو ما عاطينك؟ عاطين 60 واحد كل واش كيعطي؟ كل واحد واش كيعطي؟ اللي عطى ماده. ماده الاخر اللي مليه؟ هذا كيقول 35. اه. شوف يا اخوان هذا 35. شحال تخيط بك؟ 74. وهذا؟ 76. كثير نستنى منه. واحد 74 واحد 76 هذوك كبار يا اخوان. تبارك الله. 74 76 3700 3800 تبارك الله. كثير نستنى سداسيين رباعيين اثنين. لا ها 34 نازل. اللهم يسر لنا حتى هو. الله يسخر لنا يا اخوان. تبارك الله. باقي دار حالك شوف الله حدك بشحال باش تخرج تمام هادو خرجنا ب 42. 42 كي داير نستنى خويا؟ نستنى الحليب ولا اثنين؟ نستنى الحليب واثنين. 2100 ديال الدراهم جمله ياك جمله؟ جمله. كيف بالك الثمن هنا في السوق ديال الاربعة تاع الصخور حامل؟ شويه بارك اليوم الثمن شويه يعني يا مسكان شويه الثمن؟ يا مسكان الثمن. فين في بن قرير؟ ايه. اليوم مرفقه القاضي. اليوم شويه. داخل السلعه؟ ليش كاين السلعه وكاين الشاري 42000 اخوان تبارك الله حوالا ما نعاودوش هضره ملاح زين انتم 2100 ديال الدرهم جمله الله يجيبك تيسير اخويا الله يجيبك اللهم يسر اللهم يسر اخواننا هذا السوق راه اول مره تنجي ليه انا ما عمرني جيت ليه الصراحه انتم حنا كنحاولوا نقربوكم من الاثمنه كما قلت في التقديم اللي عجبو السوق وعجبو الأثمنة يجي ليه السيمانة الجاية يتقضى الغراض اللهم يسر وتبارك الله لك اخويا الله يرحم الوالدين الله يحفظك عاطين 80 في واحد 80 في واحد 4000 ديال الدراهم كي داير السمن كي داير سلالة الصرد لا السمن السمن الصرد هذا معروف ثنايا 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 اخوان عاطينهم 4000 ديال الدراهم في واحد هاهما تبارك الله انا خويا قلت لك واش تاع كومون كنا نديرو داكشي يلا يسخر لكم ان شاء الله تبيعون بالرباح 4000 ديال الدرهم اللي عاطينو اخوان اللي تاب سافي الله يسلمك تاب سافي الله يسهل عليكم تبيعون بالرباح ان شاء الله لا حال اخوان هادو ثنايا نعاودوش هضره 4000 ديال الدرهم 80000 ريال لحد الساعة راه هما أكبر من السوق لحد الساعة مازال ندورو نشوفو لقينا ما كثر نعطيكم الأثمنة ديالي الله يسخر كيداير السمنو أخويا؟ سنين الثمن واش مسابس فيه؟ الثمن ديالك 62 62 عاطينا الكام؟ نعم طالبة؟ لا لا عاطينا ليه؟ عاطينا 62 3100 3100 ديال الدرهم تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك يا اخوان لي عاطينا 62000 حجم ديالو حقيقي هو هذا كما كتشوفوا الله يسهل عليه شحال باش ديتو عمي اجيتوني شحال عليا في البلاصه 33000 اخوان 1650 صرديه ما عاودوش على الهضره تبارك الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اللهم يسر لا حي اخوان 33000 1650 ديال الدرهم نزيد شوية الحركات باش تشوفو مزيان على قرب الله يسهل عليك 41 عطاو جملة
ثلاثة ولا بخمسة. وهذا هما اش عطاو اخويا؟ بغيتي انت بغيتي انت بغيتي لا انا نسول على الثمن دابا 41 هذا جملة ثلاثة 41 شري قلتها ولا تنتجين مزيانين شحال عاطيني الثمن؟ عاطيني هو خمسة عاطيني خمسة خمسة الخرفان عاطيني 41 جملة هاك خمسة عاطيني 41 جملة هذو 50 سنة هما هادو اخوان 41 2050 ديال الدرهم الله يسهل عليك الله يجيب لك التيسير سنا الحليب اخوان صغار الله يسهل عليك فايتي 6 شهور اخويا 8 شهور 8 شهور الثمن اخويا الشيب 48 الف عاطينا 40 ولا باغيها لا عاطينا 40 عاطينا 2000 درهم كيداير السوق في الثمن الله يجعل البركه مجيه الله يجعل البركه خير موجود خير موجود 40 الف اخوان هاهم شفنا شوية زحامة يا اخوان كما معليش هاي السلعة دابا باينة جينا من هنا باش نبينو عليكم 40000 ريال 8 اشهر الله يسهل عليهم الله يجيب التيسير خلونا الرأي ديالكم يا اخوان بالنسبة للأسمنة واللي عجبو الفيديو يدير لايك وبارطاجي الفيديو الله يجازيكم بخير تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك من هنايا من السوق تاع الصخور رحامنا الأربعاء كبيرة في السن اخويا واش عاطينا؟ 2 ثمن ثمن اخويا 2.5 عاطينا فين؟ عاطينا ولا كثر؟ عاطين 60 عاطين 60 ما بغينا 2.5 عاطين 60 هو بغى 2.5 منين هذه من المرقد ديالها من هنا؟ حامنا رحامنا رحامنا عندك اخويا يمشي الله يرحمنا اخوان عاطينا 3000 باغي 3100 الله يسهل الله يسر امور خويا انا جبتي السين هنيا اللهم يسر كدينا السنة مش عاطين نعم السنة الثمن كاين اللي تدي كاين اللي باقي سنه الحليب الثمن 59 عاطين 59 تبارك الله بالنسبة لاش من المنطقة هذو من هنا؟ رحامنا رحامنا مقارنة ببنقرير كي داير الثمن اليوم هنا؟ شوية شوية رجع الاخر غالي شوية لا لا شوية السوق طايح ما كاين ثمن هنا طايح لا هنا ولا بنقرير كاع السوق ناقص ناقص 59000 يا اخوان انتم تشوفوا تبارك الله ما شاء الله اللهم يسر اللهم يسر تبارك الله يا الله يسهل عليهم 59000 جملة زويني اللهم يسر تبارك الله إخوانا دي سلعة هي نقية تمام اش عاطين حتى تمام تمام 47 تبارك الله اخوان تبارك الله ما شاء الله اخوان كاينين شي وحدين الصراحة عطاونا الاسمنة من الشيالي باش نكونوا واضحين دابا من خلال هذا الشيء اللي بان ليا ان شي وحدين زادوا في الشيء اللي كاين شوفوا كي دايره 2350 ديال الدرهم سردية مليحة شنو الحليب؟ كلهم 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 زوينين تبارك الله يبارك يا اخوان اللهم بارك تفضل تفضل تبارك الله الثمن باش مشى؟ ها؟ الثمن الثمن علاش؟ الثمن كنا فيه 135
انتوما بغيتو تشوفو؟ اه هاك بغاو في 135 بحال شحال الواحد؟ ها 67 الف. المهم راه خرج هو 62 سمعتو بها وباغي فيهم 5000 الواحد ربح. هادشي اللي كاين الاسم بحال يوصى. اللهم يسر اللهم يسر. الاول مليح الثاني شويه الاول مليح راه مخالصين ب 62 الواحد 3100 الله يسخر لك. هادو الاخوان 33 الف تاهم 1605 لا حتى هما واحد اخوانا دابا كاين سنا الحليب وثني هذا سنا الحليب هذا ثني الشيء الاخر مخلطين عاطينك شحال عاطينك قلت لي 3000 عاطينا 3200 3100 100 حنا قلنا 3300 3600 باغي 66 مليح مليح حولي ها هي السلعه انت هذا كي مسك لا مليح الله يسخر الله يجيب تيسير الله يجيب تيسير مغلم مليحه اللهم يسر انا غادي الف وهامد راك فهامد لا ما نعرف منين هادو من هنا مرحبا مرقد من هنا مرحبا اللهم يسر خويا اللهم يسر تبارك الله يسهل علينا يا اخوان صور مرة كي داير السن واش عاطينا بالثمن الثمن السن بعد السن السن الحليب الثمن شنو سامي الثمن سيدي سامعين 52 جملة 52 3 55 52 جملة 3 55 اللهم يسر كي داير السوق هنا ب 10 مزيان كاين رواج شوية مزيان كاين رواج الله يجعل شي بركة انتم اخوان المهم الله يجازيكم خلونا لي لايك دعمونا ان شاء الله مازال نزيدوكم مازال جديد ان شاء الله تبارك الله عليكم يا اخوان اللهم يسر الله يسهل عليك تبارك الله يعاونك يا شريف الله يعاونك تبارك الله ما شاء الله صار فابور خلينا الدكتور صغير خروف وخلي 62 احمد كي داير السنو بعدا هنا يا اخوان هنا قول لي اللي فيها مسافي لحظه 62 عطينا ليه عطينا انت شنو باغي دير فيديو تو فيديو واه فيديو شنو باغي انت حنا قلنا لهم عطونا في 66 66 اسمح لي اخوان والله شفتي السيرة طالب 66 ألف الله يسخر ليه 53 عاطينو 53 2650 ديال الدرهم كي داير السوق ب 10 كي داير السوق شوية وخلي داكشي رزاق حتى مع ما تلاقيت رزاق رزاق 53 ألف نبين لكم مزيان يا اخوان عاود عاود استنى الحليب تبارك الله هذا كاين حويات ماشي هو البنك 53 الف يا اخوان الله يسخر لك وفينا بغيت هدي انا تاوي والله لا هي والله والله اذا اخت هذيك معي دابا والله اللهم يسر الثمن اش عاطينا بلاد 19 905 هذا اخوان خروفات جمله هذا اش عاطينا 19 سنا الحليب سنا الحليب 16000 اخوان انتم كما تشوفوا نحاولوا نديروا فيديو ديال ان شاء الله تاع حولي الخروفات جمله وغنديروا في الريال ان شاء الله يلا انتم تشوفوا 19950 ديال الدرهم الله يسخر لي الله يجيب لي التيسير سنا الحليب زوينه حتى هو كي داير نستنى واش عاطينا جمله عاطينا 21 سنا الحليب سنا الحليب
اي نسلم 21 جملة اللي هما 21 جملة اللي عادي شهر الله يسلم الله يسر يا اخوان عند واد ربعان زوين شو ما اخوان ها 21 جملة الله يسخر الله يجمع 90 1050 درهم 1050 درهم بعد الحولية 16,000 و 800 ديال الدرهم الحولية الله يسهل عليك جبنا التيسير تبارك الله أصيلية بين خويا ما نرجع عندك انا نجي عندك دابا نجي عندك دابا نبينك انا صبر تبارك الله ما شاء الله اللهم يسر اللهم يسر خير تبارك الله اسواق الماشية المغرب اخويا في يوسف وكاين حتى فيسبوك اذا بغيتي تدخل عندي الجروب ديالي ما تخاف اللهم يسر اخويا عنده اخوان الظروفات الفراديات الثمن ديال كل وحده وقول لي هذه عاطيني فيها 16400 فين 14 ونص هذه 14 ونص 725 هذه شحال 16 هذو اخوان هما الملاحات 16400 14500 قول لي كي داير السوق اليوم السوق الله يجعل البركه ثمن مناسب بالنسبه للناس بزاف الايام بالنسبه لكل شيء بالنسبه لكل شيء الثمن مناسب الثمن زوين يعني هذه ديك ليا شي السيمانه اللي قلتها كانت 21000 ياك اخويا السوق رجع بغيت تقول لي الله يرضي عليك ثم سمعتوا 14500 16400 725 825 واقيلا الله يسخر لازم تيسير زعما لازم تيسير تبارك الله هادو 4 حوليات الثمن اش عاطين؟ اش عاطين؟ 28 1400 ديال الدرهم 1400 ديال الدرهم 4 جملة الله يسهل عليك الثمن ديال هذا 24 1200 ديال الدرهم 1200 يا اخوان هادو تما تمام يوتيوب كندير يوتيوب علاش 97 اثمن وداك الشيء تما 24 ولا 27 كاين جاك قال ثمن ولا كلوش تيشي ديال الشيء الله يسخر الله يسخر الله يسخر الجزاك بخير اكيد نستنى متامل عامل نستنى الثمن هادو كليات
ثمان شحال عاطينا من الله يجزيك الخير؟ 35 جمله. 35 1750 ديال الدرهم، 1750 ديال الدرهم، نايات 35. لحد السعادة وأكبر ثمنة إخوان الحولية. ثمنة شعاطينا ما خوال هذا 62 يعني 31 في الوحدة. كده السوق الحولية السوق الحولية غالية هذه هذيك عطينا 28 إلى 34 28 إلى 34 هي 62 فعلا. هادو أخويا ديالك حتى الثمن ديالهم لحظة هذا هو الثمن هنا 26 الله يسخر خويا الله يجي تيسير الله يجي تيسير اخوان تبارك الله الخيرات موجودة الحول ديال الحول موجودة موجود اللهم يسر الله يعاونكم خويا شفتوا مزيان بينهم ليكم لا حاس ما عرفوش هذا ها هي هذه 28 الاخرى 34 يا اخوان ثمان اخويا الله ثمان 44 بارك الله فيك اش عاطين ولا 44 تبارك الله كيقول 44 شنو الحليب؟ شحال 44 كيطلب 44 اخويا تيطلبها تيطلب وهادو اخويا هادو 38 بغينا مين؟ باغي 1900 باغي 1900 ديال الدرهم مسخ ما جبتي سين ما ميس ولد الله ما عرفش شحال قطع بها قولي شحال ها نسولها شحال ديتي مال ها ثمن ثمن هذوك تباعوا شحال شحال 50 قل واحد 50 قل واحد 49 أنا 24 ونص الله سخر لي الله جيب لي تيس ايوا الاخوان انتم كما تشوفوا رحنا مازال كنحاولوا نقربوكم من اجواء السوق نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله اللهم يسر تبارك الله ثمن والسن اثنين ثمن شحال هادو ثلاثة ياك مع بقيات 6000 ديال الدرهم المرقد ديالها مالا من هنا من الصخور رحام وهاد الصغار هادو هادوك ما ديالهم الناس ما ديالهم وانت عندك هاد الثلاثة هادو نشدو عليهم مزيان كيصيح طيب كيصيح 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 طيب اخويا كثر ما كثر ما عليها الفلوس ولا هادشي شويه كيصيح ماشي شويه شويه الله يجعل البركه الله يجعل البركه كاين شي البركه ما نكذبوش على راسنا الرزق كل واحد عنده رزقه ياك ولا لا اللهم يستر خير ان شاء الله المهم كيقول 3000 ديال الدرهم كيقول 3000 ديال الدرهم لا ملاح الله يسهل عليكم تبارك الله تبارك الله ودراها ما يقول لك الله يعاونكم الله يعاونكم الله يسهل تبارك الله عليكم